يتواصل كرنفال مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية لليوم الثالث على التوالي، وكانت فعالية هذا المهرجان بدأت بقيام عمدة المدينة بتسليم ملك الكرنفال الملك مومو مفتاح المدينة في معنى رمزي لتسليمه السلطة، وهو شاب في 28 العمر انتخب العام الماضي لحمل هذا اللقب. ويعد كرنفال ريو واحدا من أشهر الكرنفالات العالمية، حيث يشهد مسيرات واحتفالات بالشوارع العامة، استعراضات ورقصات شعبية على وقع موسيقى السامبا تبهر الزوار، حيث يتوقع أن يتجاوز عددهم خلال مهرجان هذا العام أكثر من 1,000,000 زائر. عروض تتنافس خلالها مدارس السامبا للحصول على لقب البطولة في هذا الحدث السنوي.